السلام عليكم الخوت. لقيت بزاف ديال الناس كيقلبوا على كيفاش يديروا اعاده تصحيح. المهم القضيه سهله، كتدخل المتمدرس كما العاده، كتدخل المسار ديالك، كتدخل المسار كتضغط على ثلاثه الشرطات بحال هكا، كدير ايداع الشكايات صافي، وكدير اضافه، كتعمر هادشي اللي كيعطيوك هنا، نوع الشكايات، كدير تصحيح معلومات شخصيه صافي، وكدير نوع الامتحان والماده اللي بغيتي دير لها اعاده تصحيح والرقم الهاتفي والعنوان ديالك وموضوع الشكايه. بحال تقول لهم خدمت في هذا الفرض ولقيت النقطه ماشي هي هذيك صافي، وكدير حفظ، راه كيوصل لهم داك الشيء، كيديروا لك اعاده تصحيح. وحد موفق للجميع والى اللقاء.